بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تعيشوا نفسك يا جماعة، اوعى تعيش لوحدك. متخيل واحد ينزل ميدان العتبة مبتسم ومبسوط ولابس واكل وكل الناس جعانة، ينبسط؟ والله ما ينبسط، بعد شوية لازم يكشف. اوعى تعيش لنفسك، العيشة للنفس حاجة صعبة قوي، حاجة حزينة قوي. كنت لسه مع مجموعة شباب من ولاد وبنات صناع، وبيحكوا لي ان هم نزلوا قرية ودخلوا مية وعملوا اسقف للبيوت، بيكلموني بيقولوا لي فرحانين. العيشة للناس جميلة قوي، قصة نبوية جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس اسمهم أهل الصفة، دول فقراء المدينة، أفقر ناس في المدينة، ما عندهمش بيوت. هيسكنهم فين النبي؟ يوديهم بقى عشوائية من العشوائيات، بعيد عنه، بعيد. لا 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 لا، سكنهم في ظهر بيته، في ظهر المسجد النبوي، ومكانهم موجود إلى الآن، نتصور اسمه مكان أهل الصفة. ياه، حطهم جنبه، شوف الحنية والرحمة. منهم أبو هريرة. إيه ده أبو هريرة اللي بيحكي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوه، هو من أهل الصفة، وفقير جدا جدا جدا، وملازم للنبي على طول. النبي صلى الله عليه وسلم شافه مرة قاعد في المسجد ماسك بطنه من الجوع، مفيش بطن أصلا، ميت، من مش قادر يقف. فالنبي كده دخل فلقى عنده في البيت إناء فيه لبن، فخرج النبي لأبو هريرة كده في شوية لبن، وقال يا أبا هريرة عندي لبن، تعال فاشرب. يعني طار من الفرحة يعني. هو بيحكي بيقول فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى الإناء وقال أبا هريرة اذهب فأتني بأهل الصفة. يا نهار أبيض، كنت عايز أشرب أنا. أهل الصفة اللي موجودين منهم دلوقتي مثلا يطلعوا 40-50 واحد، هم فوق 100، بس اللي كان موجود ساعتها 40-50 واحد. إناء لبن مش هيكفي 40-50 واحد، أنا يدوب أشربه، ده أنا من الجوع هاخده على بق واحد. اذهب فأتني بأهل الصفة، بيقول يعني فأصابني الهم، رحت قمت جايبهم فجئت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما بيشربش وحده، ما بيكلش وحده. فقال النبي، اداله الإناء وقال اسقهم يا أبا هريرة. النبي شاف وشه الضيق، عايز يشرب لوحده بس أصله جعان، ولو اسقهم يا أبا هريرة. شوفوا التربية. يقول فأخذت الإناء أناوله لرجل رجل، كلما شرب أقول خلاص لم يعد لي شيئا. الأولاني شرب، تاني، تالت، العاشر، التلاتين، والنبي ينظر إلي ويبتسم، حتى شربوا جميعا فأعطاه إلي النبي وقال اشرب يا أبا هريرة، فشربت حتى ارتويت فأعطيته للنبي، قال لا اشرب يا أبا هريرة، الخير يكتر مع الناس. فأخذته فشربت ثم أعطيته للنبي، قال اشرب يا أبا هريرة. قلت يا رسول الله لا أجد له مسلكا، مش لاقي له حتة ينزل فيها، شبع على الآخر. فابتسم النبي وأخذ فشرب، ثم قال إليه يا أبا هريرة ما كان لنا أن نشرب وحدنا، إحنا ما بنشربش لوحدينا، ما بناكلش لوحدينا. يا جماعة اعطوا الناس اللي حواليكم، ادوا الغلابة، ساعدوا الناس، عيشوا للناس. والله العظيم بيحكوا لي الشباب والبنات بتوع صناع اللي راحوا للقرية، بيقولوا لي أحلى أيام في حياتنا. سعدوا الناس، ربنا يسعدكم، تضمنوا بسمة أمل ليكم ولولادكم وللناس اللي في بلدنا. شكرا والسلام عليكم.